أعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. صدق الله العظيم. أصبحت ضيف الله في دار الرضا، وعلى الكريم كرامة الضيفان. يا من إذا وقف المسيء ببابه ستر القبيح وجاد بالإحسان. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. روي أن آدم عليه السلام رأى أنوارا تتلألأ حول سرادقات عرش الرحمن جل جلاله، فسأل ربه: يا رب، لمن هذا النور؟ فقال الله تبارك وتعالى له: يا آدم، هذا نور حبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ولولاه ما خلقته. ما للسماء تلألأت أنوارا، ما للنجوم تعانق الأقمار. الله أكبر. هل نور محمد ليكون في فلك الزمان منارا، أدى الرسالة شاهدا ومبشرا، ومحى الضلال وجاهد الكفار. اليتم في حق اليتيم مزلة، وهو الذي باليتم حاز فخارا. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلوا عليه وعظموا المختار. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكرم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. الجمع الكريم، نحييكم تحية عطرة، تحية طيبة، تحية مملوءة بالإيمان، من السرادق المقام للمغفور له بإذن الله المرحوم العمدة الحاج سمير عبد العزيز جاويش. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتف بكم سويا حول مائدة القرآن الكريم، وقارئنا قارئ جمهورية مصر العربية، والقارئ باتحاد الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي، وقارئ محافظة البحيرة فضيلة القارئ الشيخ ممدوح إبراهيم عامر، القارئ والمقيم بمركز ومدينة دمنهور. ندعو له التوفيق لنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل المشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستنبئونك أحق هو، وقل لي وربي
ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به ندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا ويحيي ويميت وإليه ترجعون أيها الناس قد جاء
قل لي وربي
قل أرأيتم ما
الرزق No.
وما يعلو عن ربك من قول الأرض في الأرض ولا Thank you.
البشرى لهم البشرى لا إله إلا
السميع العليم هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات في الأرض وما Oh,
كلام الكريم على غيره كفضل الكريم على خلقه سطور سطور وبين السطور عبير تفوح علينا بترتيله فسبحان من أودع الحرف نور يفوح علينا بأسراره هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا وإياكم هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها قرية مصر العربية
والقارئ باتحاد الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي، فضيلة القارئ الشيخ ممدوح إبراهيم عامر، القارئ والمقيم بأبو المطامير محافظة يا سادة ركبة الإذاعة الكهربائية والفراشة الحديثة الخضراء في هذا المكان، إدارة سمير عبد العزيز وفريق مفاتي، بالاشتراك مع وحدة فيديو نور الإسلام، إدارة المهندس محمود طعيمة المقيم بشوشاي بمركز ومدينة أشمون. الجمع الكريم سعيكم مشكور جميعا.